أستاذ سيد من المنوفية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ سيد. الشيخ. نعم وفضل الحمد لله، اتفضل. حضرتك أنا متزوج بقالي حوالي من 35 سنة، وكتبت كل أملاك زوجتي واخد بال حضرتك، وعملت معاها جميع السبل لقيتها بتكرشني من البيت. فهل يجوز حضرتك إن أنا أقرأ عليها عدة سنين؟ وعملت جميع كل حاجة عشان إن هي ترجع عن اللي في دماغها، مستحيل. طبعا أنا سامعك دلوقتي، هي مش موجودة معانا. لا هي مش موجودة. طيب أنت بتقول لي أنت عملت لها كل حاجة وبعدين إيه اللي حاصل؟ هي عايزة أنا حاولت مثلا آخد منها مكان عشان خاطر إيه أقعد فيه لوحدي، قلت لها خلاص أنت خدي كل حاجة وسيبي لي مكان أقعد فيه لوحدي وأنت حرة، مش عايز منك أي حاجة. عندي بيت تلات عندي بيتين وعندي بيت وعندي عربية، كل ده كتبته باسمها عشان كنت بحبها وبرضيها. للأسف الشديد إن هي خدت ده بمحمل غلط، واخد بالك، واشتكتها لجميع اخواتها، ما خليتش بابا لما ده الله اكبر الله اكبر. يعني اشتكتها مني. يعني يعني حاج سيد الحمد لله، معلش بالتعبير المصري كده، حضرتك الحمد لله نشرت اخبارها في كل الاسره كلها، ما سبتش حد غير وهو عرف اللي بيحصل بينكم. الله اكبر ما شاء الله يا حاج سيد. طب انا بشتكيتها حضرتك لان هي ايه مش راضيه تعمل معايا اي شيء بما يرضي الله. طب ما جايز يا حاج، ما جايز يا حاج سيد، المسألة بسيطة خالص، إن أنت ببساطة خالص جايز أنتوا الاتنين محتاجين تقعدوا مع بعض وتتكلموا بطريقة تانية خالص، غير إن هي تنصاع إليك أو إنك أنت تبقى زي ما على كيفها. أنتوا ناس كبار. ما هي حضرتك ما بتسمعش كلامي نهائي. طيب أنا مش عايز أضايقك، بس قول لي كده مثال ما بتسمعش كلامك فيه. يعني حضرتك هدومي تسيبها لي وسخه، لو بجوز عيل من العيال ما تقفش جنبي، لو متقفش جنبك لو ازاي لو يعني؟ بقول لها حطي لي اكل، حضرتك ما ترضاش تقوم تحط لي اكل. طيب اقول لحضرتك يا حاج سيد تعمل ايه؟ اقول لحضرتك تعمل ايه في الحاجه دي؟ واقول لك تعمل ايه في عديه ياسين؟ اول حاجه اقرا عديه ياسين، بس اقرا عديه ياسين ان ربنا يصلح بينكم، مش تقرا عديه ياسين عليها. دم عيالك، عشرة 35 سنة، انت بتقول ان هي خدت الفلوس وايه اللي حاصل وعايزة تكرشك من البيت. انا بظن ان في اولاد، فهي لو عايزة تعمل كده انا اظن ان الكلام دوت فيما بينك وبينهم، الاولاد برضو طرف في الحكاية دي. فانا بقول لك اقرا عدية ياسين ان ربنا يصلح بينكم انتوا الاتنين. الحاجة التانية، لو سمحت خلي حد عاقل يتدخل بينكم انتوا الاثنين، لان احنا بيألمنا جدا 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 ما يسمى بمشاكل الكبار وظاهره طلاق الكبار. مش عارف تحل بينك وبينها يا حاج سيد، تعالوا لي انتوا الاثنين على مركز الارشاد الزواجي. لكن ما ينفعش خالص خالص ان انت تقول ان هي خدت كل حاجه وانت كتبت لها كل حاجه. ما انت كتبت لها كل حاجه لان انت كانت بتحبها. ايه اللي خلاها تغير؟ محتاج دراسه عشان نعرف ده. اما وان الحاجات التصرفات اللي انت حكيتها دي لو زي ما حكيتها وهي بتعملها تكون قاسمه، ان هي ما ترعاش زوجها وما تحافظش على بيتها، لا حرام عليها ان هي تعمل تهمل زوجها بهذه الطريقه. لا، الشرع ما بيسمحش للمراه تعمل كده مع زوجها، ولذلك اذا كنت انت بتنفق عليها هي واجب عليها حسن العشره. اذا لابد ان احنا نكون متوازنين يا حاج سيد. طب الحل هو ايه؟ لازم يتدخل بينكم حكيم عاقل خبير، وعشان كده قلت لحضراتكم تعالوا لي على مركز الارشاد الزواجي.